انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة 11 للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية الذي يضم خريطة حفلات وليال مجانية للجمهور خلال الفترة ما بين 26 مايو وحتى 1 يونيو من عام 2024. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا محمود جميل. محمود، هل لك أن تنقل لنا أهم الفعاليات لديك؟ تحياتي لك رهام ولكل السادة المشاهدين. دائما الجمهور المصري يكون سعيد في هذه الليلة لأنه ينتظر مهرجان الطبول، وكأنه عيد تراثي وثقافي ومزيج من التنوع الثقافي والتراثي بين الفرق التي تشارك في هذا المهرجان. منذ قليل كما تحدثت انطلقت فعاليات الدورة 11 لهذا المهرجان بالسور الشمالية بجوار بوابة النصر بشارع المعز لدين الله الفاطمي، يعني حالة من السعادة بين الجمهور المشارك الذي يعني هناك إقبال كبير من الجمهور على هذا المسرح. قد لا يكون هناك مكان، يعني جميع الأماكن ممتلئة للجمهور، ومن خلفي بدأت هذه الاحتفالات وهذه الفعاليات. نتحدث عن أكثر من 30 فرقة مشاركة من مختلف المحافظات المصرية. هذه الدورة اقتصرت على تمثيل الفرق الأجنبية للسفارات الموجودة في مصر، ونتحدث تحديدا أيضا عن البرازيل واليابان، وهناك أيضا فرق مشاركة من فلسطين وجنوب السودان وأيضا سوريا. هناك مزيج من الثقافات ورسالة سلام دائما ما يركز عليها هذا المهرجان، وهو مهرجان الطبول من أجل رسالة السلام، ودائما ما تنطلق رسالة السلام من هنا من قاهرة المعز. نتحدث أيضا عن الفعاليات بدأت اليوم وستستمر حتى 1 يونيو في مسرح الهناجر وفي السور الشمالي بشارع المعز لدين الله الفاطمي وقصر الأمير طاز، وأيضا ستكون في بيت السناري بالسيدة زينب. شخصية المهرجان لهذه الدورة المطرب الشعبي الراحل محمد طه، ولعلكم تسمعون من خلفي الآن تجسيد لبعض المواويل الشعبية للفنان الراحل والمطرب الشعبي محمد طه. وهناك تفاعل كبير من الجمهور مع هذه المواويل وأيضا مع الفولكلور المختلف، وأيضا هناك بعض الفرق الشعبية التابعة لوزارة الثقافة وأيضا قطاع قصور الثقافة. وهذا المهرجان يأتي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون بين وزارتي السياحة وأيضا وزارة الثقافة لتنشيط السياحة أيضا، ويعني إرساء حالة من السعادة والفرحة على الجمهور المشارك. لعلكم يعني ترون حالة الانبساط وأيضا الفرحة التي يوجد بها الجمهور. وسأترككم مع هذه الفرق وأيضا المزيج من الموسيقى والتراث المختلف. طبعا شكرا جزيلا محمود جميل، الكبير الدكتور مشكورك على هذه المتابعة.